تخيل معايا تخدم حياتك كامله وفاش توصل للتقاعد وتبغي تاخذ الفلوس ديال التقاعد ديالك يقولوا لك ما كاينش، ما تصيبش، ما عندناش. دعا المجلس الاعلى للحسابات في المغرب الى الاسراع في اصلاح منظومه التقاعد لضمان ديمومتها على المدى الطويل. قول لي باش غادي تحس اشنو غادي تقدر دير كاع هادشي اللي حضرات منه السيده البرلمانيه زينب العدوي امام البرلمان ودقات ناقوس الخطر. وتشكل مؤشرات العجز هذه مخاطر كبرى على ضمان ديمومة المنظومة على المدى الطويل وعلى توازن المالية العامة. هو هادشي بالضبط اللي يقدر يوقع في بلادنا الإخوان وماشي أنا اللي كنقول. تعيش صناديق التقاعد بالمغرب على وقع أزمة اقتصادية حادة في ظل تهديد من الإفلاس في عام 2021 إذا لم يتم تبني استراتيجية لإنقاذ صناديق التقاعد. شفنا فرنسا التروهنات عنده بسبب القانون ديال التقاعد اللي بغى يدير إيمانويل ماكر، وبيني وبينكم الإخوان راه ما عنده حتى شي خيار آخر وغنشرح لكم علاش. Jamais vu un président de la 5e République aussi nul que vous. Le peuple est en souffrance. J'ai 58 ans et dans 4 ans j'aurai 62 ans et puis je pense avoir ma retraite méritée à 62 ans et je pense vraiment partir à 62 ans et je ferai pas un mois de plus quoi. Je m'habille plus. Ça c'est clair. من احنا ناقلين التقاعد من فرنسا واش غيطرى لينا داكشي اللي طرى ليهم؟ علاش انت وانت اللي خدامين دابا التقاعد ديالكم مهدد في المستقبل؟ بغيتكم تبارطاجيو هاد لا فيديو مع جميع الموظفين اللي كتعرف، سير شد لك شي قهوه وتكونسونطرا معايا مزيان. انا عزيز نوفل وهادي قناه المقاول. كاين جوج أنظمة ديال التقاعد في المغرب وهما فوتوكوبي ديال فرنسا. كاين نموذج المساهمة في صندوق تقاعد كتبقى تساهم كل شهر وكيقطعوا لك من الصالير ديالك كل شهر وحتى المشغل ديالك كيقدر يساهم معاك، وفي الأخر فاش كيخرج الشخص تقاعد كياخذ واحد المعاش على حسب داكشي كامل اللي ساهم به. وكاين نموذج آخر اللي ما مرتبطش بالمساهمات والفلوس ديالو كيمشيو مباشرة من الضرائب اللي كيخلصوا المواطنين. ودابا في بلادنا عندنا مزيج بين الجوج، والحاجة اللي خاص كم تفهموا مزيان باش تعرفوا بان هذا النظام فات عليه الفوت والديموضة وغيجي واحد النهار اللي غيريب، هي ان كاينين جوج انظمه باش كيتمولوا هاد انظمه التقاعد. الاول كيتسمى بار كابيتاليزاسيون، بالراسماله، هو اللي كاين في امريكان، هو السيستيم انجلو ساكسون، كاين في امريكان، كاين في دبي، كاين في بريطانيا الى اخره. هذا كيقولوا لك دبر راسك، الدوله ما كتدخلش فيه، كتمشي كتكوتيزي في صندوق التقاعد وهذاك صندوق التقاعد كيشدوك الفلوس وكيمشي تمرهم في العقار، في البورصة، في لي زوبليغاسيون، وفاش كيجمع دوك الفلوس كيبدا يفرقهم على عباد الله على حسب كل واحد شحال حط. وهاد السيستيم فيه الريسك طالع، داكشي علاش فاش كنمشيو لامريكان كنلقاو شخص عنده 80 عام خدام شاد فريتوس في ماكدونالد حيت ما كوتيزاش ولا حيت دار مخاطر، وداكشي اللي مشاو استثمروا فيه داك صندوق التقاعد ما منوش. Bag boy at the local stop and shop. Benny used to be a warehouse supervisor for a cosmetics company. Thank you. You're welcome. He supposedly retired back in the 80s. وكاين سيستيم تاني اللي دايره فرنسا واللي كنديرو تحنا اللي هو باغي بارتيسيون، نظام بالتوزيع. شنو كنعني بهادشي؟ هاد النظام كيعتمد على التضامن بين الاجيال، كتلقى دابا جيل خدام وجيل تقاعد، هاد الجيل اللي خدام كيخلص لي كوتيزاسيون ديالو على هاد الجيل اللي متقاعد ديك الساعه، يعني خاص يكونوا الناس خدامين بزاف والمتقاعدين يكونوا قلال. باش هادوك الناس اللي خدامين يخلصوا لي كوتيزاسيون على دوك المتقاعدين. وهنا فين طرا المشكل في فرنسا، دابا عندهم 1.7 شخص خدام على كل متقاعد. ايمانويل ماكرون ما كانش عنده الاختيار. Si nous voulons être juste entre les générations et sauver notre système par répartition, nous devons faire cette réforme. باش نزيد نوضح لكم الصوره، دابا تخيلوا معايا واحد الشخص كياخذ في لا روتريت ديالو 3500 درهم، باش ياخذ ديك 3500 درهم خاص سبعه الاشخاص يكونوا كيكوتيزيو 500 درهم لكل واحد باش تمشي لهذا 3500 درهم. هادشي الا كانوا كيكوتيزيو 500 درهم في الشهر، يعني ديما هادوك اللي كيكوتيزيو خاصهم يكونوا اكثر من المتقاعدين. وهنا فين طرا مشكل لفرنسا، وشنو دار ايمانويل ماكرون؟ جا ويطلع السن ديال التقاعد، وصلوا ل 64 عام. هذا راه ماشي حل جذري غير باش يربح الوقت، باش هادوك اللي كانوا غيتقاعدوا دابا يزيدوا يخدموا واحد عامين ويكاليو عليهم السعره حيت كاين واحد العجز. دي مومون و فوز افي دو موان ان موان داكتيف و دو بلوز ان بلوز دو روتريتي. Si vous voulez que le pacte entre les générations soit juste,
il faut procéder à cette réforme. كما قالت البرلمانيه المغربيه حيت كاين عجز وغنقول لكم شحال عندنا العجز في المغرب من بعد يعني باش يكونوا الناس اللي خدامين اكثر من المتقاعدين خاص يكون الاقتصاد مزيان خاص الدوله تكون كتصدر اكثر ما كتستورد خاص الدوله ما تكونش عندها ديون خاص ما يكون الشوماج خاص يكونوا الناس خدامين خاص يكونوا المقاولات ملونسين خاص يكونوا الفلوس كيدوروا في الاقتصاد من الاخر وهذا الشيء كامل دابا ما كاين لا في فرنسا لا في المغرب اخطر حاجه اللي كتهدد هذا النظام ديال التقاعد الحالي وعلاش غريب وغنعطيكم الارقام وغادي تقتنعوا هو اطاله العمر ولاو الناس كيعيشوا بزاف nous devons faire cette réforme dans des pays qui vivent de plus en plus longtemps هذا النظام فاش اخترعته فرنسا ودار الاول مره كان في 1945 من مورا الحرب العالميه الثانيه وخدوا عينه من المجتمع وشافوا كل واحد شحال كيعيش باش هما يخرجوا راسهم باش تما يحددوا امتى يكون التقاعد في 1945 كان الشخص كيعيش بين 50 حتى 55 عام هذا هو المعدل ما كيوصلش ل 60 عام بنادم كيموت يعني فاش كانوا دايرين 60 عام بنادم كيتقاعد كانوا بزاف المعدل كيموتوا قبل ما يوصلوا لديك 60 عام والدوله بخير وما كاين لا عجز لا تقاعد عود لمشاكل لا والو ولكن هذا النظام الاخوان ديال 1945 باقي مطبق الى يومنا هذا في 2023 وهنايا فين كتريب حيت مع التطور التكنولوجي ومع التطور الطبي دابا المعدل ديال الشخص الكرة الأرضية شحال كيعيش هو 80 عام دزنا من 55 عام ل 80 عام يعني هو غيتقاعد لك في 60 عام وتبقى تخلص عليه 20 عام وهادشي ما كانوش ضاربين ليه الحساب في 1945 هنا كنوصلوا للنقطة الأساسية اللي عطات السيدة البرلمانية كاين ثلاثة ديال الصناديق ديال التقاعد في المغرب وبثلاثة فيهم عجز سمعوا معايا حيث بلغ العجز التقني للنظام المدني لمعاشات الصندوق المغربي للتقاعد مع ما تم سنة 2022 ما يناهز 5.12 مليار درهم كما تراجعت احتياطاته إلى 65.84 مليار درهم بانخفاض يقدر ب 10.7 مليار درهم بالمقارنة مع سنة 2019 بلغ حجم العجز التقني بالنسبة للنظام الجمائي لمنح رواتب التقاعد ما يناهز 3.95 مليار درهم نهاية سنة 22 ويعرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدوره نفس الوضعية ولو بحدة أقل حيث بلغ عجزه حوالي 400 مليون درهم سنة 2021 مما يجعل الصناديق الثلاثة للتقاعد تعاني من تراجع في احتياطها على الأمد القريب ما حد هذا النظام كاين في المستقبل غادي نسمعوا ان الاشخاص بداو كيخدموا حتى 70 80 عام عاد كيتقاعدوا لا لاجباريه ال 65 يجب ان تكون 65 او 63 او 62 اختياريه الحكومه تقول وتلوح بان يجب التخفيض معاش التقاعد ما بين 20 و 30%. من الاخر الاخوة غاديين وكيزيدوا في سن التقاعد حيت ما كاينش الحل ولا مشى حتى شي سياسي زغبوا الله وخرج وقال غادي نحيي التقاعد غادي تنوض حرب اهليه عنده في البلاد. شوفوا فرنسا زادوها عامين خرجوا الملايين ديال البشر. داكشي علاش انا كنبرح عليكم ديما ما تعولوا على حتى شي واحد، ما تعول على حتى شي واحد يجيب لك القفل للدار، ما تعول على حتى شي واحد يتهلا فيك فاش تكبر وفاش تقاعد. سير شري لك شي محل وكريه حسن لك ما تعول على صناديق تقاعد لكل شيء كيقول أنه وقيتهم سالات.